يقول السائل: من عادة الناس في قريتنا أنه إذا مات عندهم ميت يجتمعون في بيت الميت بحجة أنهم ينسون أهله مصابهم ويذبحون الذبائح بسرف ظاهر، وإذا رفض أهل الميت هذه الموائد يغضبون منهم ويقولون أنها على نية الميت، فما الحكم في ذلك؟ إذن ما جاءوا علشان التعزية، جاءوا علشان الذبح والأكل، إذا صاروا يغضبون لا منهم ما أذبح لهم ولا أقدم لهم طعام، فهم جايين يبي يأكلون، فلا يجوز هذا العمل. والاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام هذا أمر لا يجوز، لأنه يتطور وأيضا يحرج أهل البيت، وقد يحملهم الديون، وقد يأخذون من تركة الميت وهو لها أولاد صغار وقصار ويأكلون منها بغير حق. فترك هذا هو الواجب، ترك هذا التجمع وصنعة هذه الأطعمة تركه واجب وفعله لا يجوز، لقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والمراد بقوله كنا يعني الصحابة رضي الله عنهم. هذه أمور يجب تركها، عادات يجب تركها. نعم.